جنفي كانت الوحيدة بالبيت اللي عم تشتغل وتجيب مصاري، وبعد ما تزوجت واخدتها من البيت والله تبهدلنا. الله وكيلك ما نعرفانين شو نعمل بحالنا. خالتي شو نسيتيني؟ ولو بعدين ليش عم تقولي اخدتها بدل ما تقولي عندي صهر مثل ابني؟ انت كريم وما بتقصر منوب، بس مو معقول كل ما نحتاج نجي ونطلب منك. يعني حلوة بحقنا؟ شوفت عينك، جوزي بيجعوا وركبه، وكملت معه كمان انه الدكتور يلي كان من المفروض يعمله العملية سافر وما بنعرف ايمتى بيرجع. بكل الاحوال حتى لو عمل العملية ما رح يقدر يرجع يشتغل. وراكب راسه ومعند، ما بده يشوف دكتور تاني، وما عم يقبل يسمع من حدا. روقي خالتي والله الحق معك، خلص لا تاكلي هم، انا رح شوف الموضوع واحكي مع الدكتور. بتخيل انه راجع عن قريب، برأيي ما في احسن من هذا الدكتور ليعمل هالعملية، لازم نستناه. ايه والله مزبوط، بس هلا عم يفكر يشتغل. شو بده يشتغل وهو بهذا الوضع؟ مو معقولة، انا وجنفي معكن واكيد رح نساعدكن. بس عمك ما رح يقبل بهالشي. انا كتير اسفة اني قلت هالحكي، بس هو مصر وما بعرف ليش رافض هالفكرة، ونبهني ما اخذ شي منكن حتى لو متنا جوع. ولو ما كنا عن جد محتاجين للمساعدة ما كنت اجيت لعندك وقلت لك. والله ما عم نام طول الليل. لا تاكلي هم هالقصة، خليني لحظة بس. ألو؟ لا لسه بدي شوية وقت، اعتذريلي منه، كتير مشغول. ايه ماشي باي. في حدا ناطرك مو هيك؟ مو مشكلة بيستنى. ليش لا يستنى؟ ما بدي عطلك، عن جد أنا آسفة بصراحة. ما ضل في مصاري بالبيت، يعني في فواتير لازم ندفعهم. والله جد؟ طيب أعطيني إياهم. يعني هو أنا تركتهم عند السكرتيرة برا مشان تتصرف، قلت هيك أحسن. إيه منيح، لا تاكلي هم، أنا بروح بدفعهم. كمان بنايتنا رح يهدوها ولازم نخلي البيت. ايه مزبوط، انا حكيت مع كم حدا منشان يلاقوا لنا بيت تاني، شغلت كم يوم وبتنقلوا كل اغراضكم. تسلم لي فعلا، انه صهري واصل وما في منه، وهلا فيني حط ايدي ورجلي بمي بارده. نحن واقعين بمشكله كبيره، وانت ما تركتنا، بالعكس ساعدتنا وما قصرت. الشي اللي عملته معنا مستحيل انسى. انا ما عم ساوي غير واجبي خالي. تعرف شو، في شغله بدي اقول لك عليها. أنا ما رح أرتاح لحتى بنتي يشتغل ويصير عنده راتب. ما تفكرني طمعانة، بس إذا اشتغل رح يرجع لك المصاري اللي رح تدفعه. اعتبري القصة انتهت، وهلأ ما في داعي تحكي مع بنتي من شان وضعه. جنفي رح تحاكي وتزبط كل شي. هالصبي جانين وما بعرف شو صاير له من وقت ما ولد، والمصايب نزلت فوق راسنا، ولسه ما لحقت جنفي تتزوج وصارت كل المشاكل معنا. كان بنتي صغير لما عمك خسر شغله، ومن وقتها وهالصبي مسكر بوشه وين ما راح. ما عم بعرف شو أقول، بس عن جد قلبي بيتقطع حظه المعتر. خالتي الحق معك، الموضوع مانو سهل. أنا هلأ مثل ابنك واجبي واقف جنبك، لا تستحي أبداً لما تحكي معي ماشي؟ الشخص الوحيد اللي كان يشتغل ببيتكم ويصرف عليه هلأ عايش معي، بعرف قديش هالشغلة صعبة عليكم. بس لا تخافي رح لاقي لكم حل. يسلموا. ايه بس ما عم بيكون معنا مصاري لنصرف على البيت. طيب قلي لي انتو بالعادة قديش بتحتاجوا مصروف باليوم؟ شو قل له؟ هلأ اكيد رح يعطيني مصاري، شو ساوي؟ قل له بدي 5000 ولا 10؟ لا بلاها، 10 كتير، بفكرني طماعة. خلص رح قل له 5000، منيح هيك. خالتي؟ وين شردتي؟ بشو عم تفكري؟ احكيلي. هو يعني ماني عرفانة شو بدي أقول، بلكي عمك دري. لا اطمني، الشغلة رح تضل بيننا وما رح نخبر حدا. إذا هيك أعطيني شي يكفي
اعطيني المبلغ اللي انت بتلاقيه مناسب. طيب على الاقل اعطيني فكره انتوا قديش بتحتاجوا باليوم. نحن ما بعرف. خلص اعطيني قد ما بدك. سيدة شيفدي، جيبي لي 50,000 من حسابي الخاص، بدي اياهم بأسرع وقت. ايه هلا ضروري، استعجلي فيهم. يلا بسرعة شوي. في شي؟ لا عادي، بس تشردقت. عن جد أنا محظوظة لأنه في عندي صهر مثلك. الله يخلي لنا إياك ويرزقك أكثر. خالتي ما في داعي لهالحكي. بعدين أنا واجبي يكون جنبكم وساعدكم بهيك موقف، وهذا الشيء مريحني. يعني خليني أكون صريح معك، أنا بعرف إنه جنفي بتكون مبسوطة وقت أنتوا بتكونوا مبسوطين، وقت جنفي بتكون مبسوطة أنا كمان رح كون مبسوط. وإذا بدك فيك تعتبري الموضوع عبارة عن مصلحة متبادلة، شغلة بسيطة. تفضل. كيفك مدام؟ أنا منيحة كتير، بس عفواً ما تذكرت حضرتك. معقول؟ شو نسيتيني؟ أنا كنت موجود بيوم عرسك، والصيغة يلي لبستيها وقتها كلياتها كانت من عندي. المدام جوكلان زبونتي من زمان وما بتشتري غير من عندي. تشرفنا. وحتى لو رحتي وفتلتي كل السوق مثل الموديلات اللي عنا مستحيل تلاقي. حلو كتير والله. مدام إن شاء الله عجبوك الذهبات. ايه عجبوني كتير. منيح. شو كان بدي أسألك مدام؟ الأستاذ موجود؟ لا والله راح على الشغل. بسيطة. تفضلي، هدول طلبتهم ستو للأستاذ. بس شو هدول؟ فواتير صيغة العرس. ماشي. أهلا وسهلا، تفضل ارتاح. حكيناك بس ما كنت ترد. ما عاد عرفنا مين متضايق من مين، لازم أنت تتصل. هي بسيطة، متأكد إنه ما رح يروح شي علي. نحن بنشتغل بهالمصلحة من أيام جدك. والدي الله يرحمه كان يقول لي إنه فواتير المدام جوكلان لا تشغل بالك فيهم بنوب لو شو ما صار. بس نحن هلأ حابين ندفع لك حقك. مو مشكلة بنوب. شو رأيك بكاسة شاي؟ بصراحة بنشرب، ليش لا؟ من شوي ساويت شاي، رح جيب.